بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام، يوسف الكريم محمد بن عامر الحجري. الأخ محمد، ما شاء الله أنا أعجبت حقيقة كثير بهذا المطعم، فأريد منك أول شيء تعطيني فكرة عن الأشياء اللي تكون منها هذا المطعم. طبعا هذا المطعم في واجهة ولاية بدي أول في المدخل، تم تصميمه بحيث أن يستوعب الأعداد الكبيرة اللي للسواح وزوار ولاية، تعرف البلد سياحي. نعم ما شاء الله، ما توجد فيها مطاعم تلبي هذاك الاحتياج أو هذاك السعة. الحمد لله اشتغلنا عليه وسوينا الكثير من الأقسام والمرافق الخدمية اللي فيه تخدم الزائر والسائح العماني وغير العماني. جميل، أفكارك ما شاء الله تجمع ما بين التراث والأشياء الجديدة. ما أهمية مثل هذه الأشياء برأيك؟ طبعا شوف، الانسان لما خرج من 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 من, من الجدران والبيئه يبغى الاشياء التراثيه. نعم، على اساس تعرف انت بديه سياحيه، بديه فيها التراث وفيها الرمل وفيها الخيام وفيها، وهي توجد في كثير من المناطق طبعا، لكن بديه طابعها غير. فاثرنا ان نحط بعض الاشياء التراثيه واللمسات والجلسات الخارجيه اللي هي طبعا موجوده ايضا، الجلسات الداخليه وفي جلسات خارجيه، على اساس انها تكون الانسان ياخذ راحته هنا اللي يبغاه. نعم، عندك هنا ايوه هذا النموذج تراثي ايضا، هذا ما جهزناه. جميل ما شاء الله. هل اخذ منك هذا مده طويله لتجهيزه؟ الحمد لله خلال 6 شهور. 6 شهور هذا ما شاء الله من انجاز كثير من الاشياء. طبعا هو قائم مطعم سابقا لكن ما بهذا السعر. نعم، قد الطاقه الاستيعابيه مثلا، عندك هذه الخيمه على سبيل المثال. الخيمه ما شاء الله، نعم، مجموعات ايضا للاحتفالات وكل حاجه هذه. نعم، جاهزه كامل يعني، جروبات مجموعات. لمن يفتح مثل هذه المشاريع ما هي رسالتك له؟ الصبر. نعم، الصبر ويعني سعه الصدر. وتعرف انت هذا الموضوع الخدمي. نعم، اللي هو يحتك بالزبائن مباشر، موضوع تغذيه وغذاء يعني يعتبر فيه خطوره ايضا. جميل، فالانسان يجتهد ويصبر ويكون يقدم الافضل. كان هذه وجبات عمانيه عندكم ايضا. العرسي. العرسي، وهذا رقم الهاتف مال المطعم. تواصل. في ارقام اخرى طبعا متغير، ارقام متغير ما شاء الله. وهذه ايضا خيام، ثلاث خيام صغيره. نعم طبعا، اذا دخلنا للداخل بتشوف دخل في هذه الغرفه. نعم جميل ما شاء الله، إضافة أشياء يعني نوعية أهل البادية يعبرهم هذا بالضبط، السدو هذا والحصر هذا الرسم. هل الناس يعني يقبلوا بدو اللي مثل هذه الأشياء مثل هذه المطاعم؟ تجدهم الناس ما يبغوا كثير داخل، يبغوا هنا في المناطق، هاي الأشياء الخارجية والجلسات هذه. حتى الآن معنا خطة نظيف مرافق أخرى بنراويك أهلها. جميل، خليت صبال فكرة.